مبروك لو الله يبارك فيك. اشكر. اسمك ايه بقى؟ اسمي تهاني وجيه عبد الله الجمع. تهاني بقى احكي لي بالظبط ايه اللي حصل. انا معايا بنت عجزه عندها 6 سنين، ما كانت عايزه بعمل لها عمليه تطول او طرو تطول في حوض الميه، ما كنتش لاقي حد يديني، فجبت مبلغ وعملت لها العمليه والعمليه عامه ما نجحتش، وبنتي سبتها وحياتها اتدمرت بره. واول حاجه يعني بحمد ربنا ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقف جنبنا وصندوق تحيا مصر، ونشكر كل رجال الداخليه، نشكر وزاره الداخليه جامد يعني، ان حياتي اتحطمت. انا كنت واخده 25 سنه كنتش متخيله ان اخرج في يوم من الايام، ومحبوسه من يعني بقالي شهرين، انا ما كنتش متخيله ان انا اخرج في المده دي. نشكر كل حد وقف جنب الغريمات يا رب، ونشكر الرئيس. حياه جديده يعني، انت يعني طبعا حياه جديده، ده 25 سنه كان هيضيع من عمري، وبنتي وحياتي اتدمرت بره، وجوزي اتخلى عني، وحياتي اتحطمت بره، وسايبه بنت عجزه وعيل عنده 3 سنين ومعيش حد بره، هي اختي دي، وكانت هتخش في العيد، كنت شايله هم بنتي مين هيعمل لها ومين هيخدمها غيري. بحمد ربنا يا رب، وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنشكر صندوق تحيا مصر ووزاره الداخليه. انت حد كلمك الاول يعني كلموك ازاي وقالوك ان احنا هندفع لك الفلوس؟ هم عندنا هناك في سجن دمنهور، سجن دمنهور عامه المبادره بتاع الرئيس طبعا، ولما بنتي جت لي زياره ووقفوا جنبي بجد يعني، ما كنتش متخيله ان نخرج والله، ما كنت متخيله. حكت لهم القصه وتواصلوا مع ده، الدقيق ما كانش راضي يتنازل اصلا، كان معاند معايا. بنشكرهم بجد ان هم وقفوا جنبي بجد. حسنا نفسهم طويل بقى ان هم قعدوا يعني الناس هنا في القطاع السجون. لا طبعا اتواصلوا بجد وخلصوا لي الموضوع بسهوله، ما كنتش متخيله ان هو يخلص اصلا. هم لما اتدخلوا بجد الموضوع خلص بسرعه يعني. وكنت حد بيخاف عليكم؟ ايوه طبعا، وخايفين علينا. هم لو مش خايفين علينا ما كانوا من اول مره الشكا قال لهم انا مش هتنزل، كانوا طنشوا وشافوا غيرنا. ممكن هم حاولوا مره واثنين وثلاثه لغايه ما خلصونا يعني، ما همش واخدين الحياه هزار ولا لعب ولا الكلام ده بجد.